أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من حلقة المبدع قاسم السلطان، يعني لأنه الضيف لهذا اليوم جدا ثري بالمواقف الحلوة المرة، ذكريات اللطيفة. طبعا أكيد أرحب بك مرة ثانية المبدع قاسم السلطان. الله يسلمك، تسلمي يا عزيزتي. طبعا مشاهدينا الكرام رح ننتقل للفقرة الجاية بعد الفاصل. بما أنه أنت يعني عندك تجربة ويا الأصدقاء وتأذيت منهم، اليوم منو سندك بالحياة؟ سندي والله تدرين شنو الصراحة، سندي ربي يعني أول شيء. أكيد ونعم بالله. سندي يعني شخص تحتاجه تريده بموقف، أني هسه عندي فتسالفة. كلهم عندي سند، كل الناس عندي سند، لأن كلهم أنا أحبهم وكلهم يحبوني. زي يعني هسه أنت صارت بس واحد موضوع. بس واحد أصلي يعني؟ أي فد واحد أصلي؟ أنمار نمور ابن أختي. إذا تتصل بي هسه تقول له عندي فلان موقف أي شيء، يعني كنت عاركت مثلا ويا واحد من متعادين الحفلات أو فد شيء ومحتاجك هسه. أمي ذي ينفجر علي. يسوي له مشكلة؟ لا طبعا أنمار يعني عنده أنمار أنا مربي يعني أنا يعني من توفى الله يرحمه والده. الله يرحمه. أنا يعني أنا التزمتهم، يعني التزمت أختي وأنمار والبنات. فظلوا عايشين يمي بالبيت، يعني أنا شلون أقول أنا تبنيتهم. فالحد ما هسه أنمار يعني ما شاء الله عمره 29 أو 30 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. البنات الزوجة وعندهم أطفال. ما شاء الله. ف أنمار يعني شلون أقول لك اللي هو هسه اللي سند يعني. بس أنا ما أقدر يعني ما أقدر لأن سيزعلون الباقين، هم كلهم سنايدي يعني. أنا عندي ولد أختي، عندي ابن أخويا وسام، عندي كلهم هذول كلهم سنايدي. خابرة ونسوي فد أنمار. أنمار إيه. يلا نسوي بمقلب عادي. يلا تحد قل له شنو المشكلة؟ بالك شيء؟ ها؟ شو تقول لي؟ لا إذا تم المصايب طيب مصايب. بس أنا ما عندي واحد من متعهدين الحفلات و ما عندي شو يسمونه يعني اتصال. بس أقدر أقدر مثلا شو أقول له؟ نصبة؟ يلا. ألو هلا أنمار. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ اقول لك ما تروح تشوف هذا اسماعيل شو مسوي؟ يا معود ماخذ الميزانيه مال البيت مالتي مال الغزاليه وبايعها. روح شوفه بسرعه. خابره. يلا انطيني خبر بسرعه. قول لي ليش دا يسوي هيك شيء؟ دزيت له فويس؟ شو اسوي؟ ما عندي ما اقدر اخابره. زين هسه نجيب تليفون محسن خابره افضل. اي جيب. حتى نسمع رد فعله. مسح مسح لا يسمعه. يلا الو الو انمار شلونك؟ هلا حبيبي هلا قلبي. شلون صحتك؟ الله يسلمك. هلا حبيبي شلونك قلبي؟ انت وين؟ بالبيت. شفت هذا اسماعيل ايش مسوي؟ ايش فيه؟ رايح ماخذ الميزانيه وبايعها مال البيت؟ لا والله. فروح عليه. روح عليه هسه قول له ليش تسوي هيك شيء؟ حارث لين حارث قال لي بوقتها. تروح عليه لو ما تروح هسه؟ لا لا هسه بسرعه اروح لهسه. ها تعرف شكو شغل عندك وتطلع على قبل. زين قول لي شنو تبيع الميزانيه مال بيت؟ خوش الشاي. ايوه ماشي. صار ثبتت عليه. ثبت علي الموضوع صار له اسبوعين. ابو نبي. لا امه شو تقول له؟ تقول له شو هذا ماكو اسمع. يسوي له فاينه.
نسوي له فد موضوع. تحياتنا إلى أكيد، وإن شاء الله دائما سندك بالحياة موجود، كل شخص تقدم له شيء إيجابي أكيد يرجع لك بيوم الأيام. أنا كلهم من ضمنهم هسه هذا هو أبو نبيل ابن عمي يعني إسماعيل، هذا أحد أهم الناس اللي أعتمد عليهم واللي يسندوني، وابن عمي وسندي يعني تحياتنا إليه، وولد أختي كلهم، وقلت كل الناس حتى الأصدقاء، يعني حتى عندي أصدقاء والله العظيم هنا قبل فترة يعني تحسوا أني تعرفت عليهم وشفتهم ناس كل شيء يحبوني طيبين، حتى وصيتهم على أشياء كل صعبة. أقول له مثلا روح ودي فلان شغلة البيت، يقول لي إيه تدلل، هو يعني رجال كبير ويعني مو مسؤوليته يسوي، بس هل قد ما محبة وهل قد ما أعرف أنه هو يحبني أوكي روحي تمون. أي الحمد لله الله يديمه بحياتك إن شاء الله. الله يسلمك. وخلينا قبل ما نختم فقرة بدون أحراج، هاي كل بوكس عبارة عن موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، بي سؤال. أوكي. أول شيء شنو أقرب البرامج من مواقع التواصل إليك؟ السناب يعني هو السناب؟ يعني قريب كلش يعني. نشوف السؤال اللي بالسناب. يا ستاري. سؤال تحدي ما أعرف. أغنية من اختيارك تنزلها حالياً توجه بها رسالة إلى شخص معين. يعني أقول اسمي لو ما أقول؟ أنا بس راح أغني. أحسن قوله. لا لا ما أقول. بس تنزلها. ها هسه؟ أي. هو أحسن يعرف طبعاً. يا أحسن خلي يعرف. اسمعي. بس تكون حصرية هذا الستاف البرنامج سوالف طاقة. طبعاً. ما بين وياه التعب ولا بينت وكفاتي، والطيبة لا ما تنذكر بس تنذكر غلطاتي. وما بين وياه التعب ولا بينت وكفاتي، والطيبة لا ما تنذكر بس تنذكر غلطاتي. ومن نزلت دموعه قبل تصب دمعاتي، ومن دارت الدنيا وطحت يضحك قبل شماتي. وأسفي ما كنت أظن قلبي يعيش الوحدة، وقت الرخم اتجمع وعافوني وقت الشدة. احنا ايش نكون خلصنا فقرات بدون احراج. اوكي وبعدين ايش بقيه البوكسات؟ تحب تفتحها بعد احسن. يلا انا ما عندي مشكله. بوكسات حلو. يلا اي واحد اكثر شيء. انستغرام هم انستغرامي اكتب عليه. نزل خبر او عمل جديد يكون حصري من خلال برنامج سوالف طاقة. اي خلينا نشوف والله ايش عندنا جديد. شفتنا شيء حصري ولو أنت قبل شوية غنيت الموال أول مرة قلت وياكم. أي. هاي أغنية طبعا وزعها الموزع الكبير والحبيب والمؤدب والراقي جدا على قلبي أخويا الأستاذ هلال. طبعا هلال من قامات الفن العراقي، يعني من الموزعين اللي أسسوا زمن التسعينات. هلال موسيقار موزع خطير، يعني اللي سجل لي طبعا هو كان بوقتها مسجل لي أغنية واحدة، ما رجاء لا تلوم انسى ما صار، حلف قلبي بعد ما يسمع عادر، بس هاي أغنية. بس هو موزع هواي يعني أغاني عادل 2000 مثلا، بعد هيهات وأسميك المحبة، هواي أغاني مال إسماعيل فروتشي كثير يعني. هو فهو هسه سوينا عمل آنيا جديد حصري. اسمها أي لميت نجوم الدنيا. حلو. اي هذا راح يكون حصري لقناة التغيير. يلا والله كرد. يلا سوينا عم شلون مثل هاي الدبكة مع المسيحيين. حلو. خلي انا بعد اصوره كمينه هاي للانستغرام، ذاك الفيديو للسناب. اوكي
اوكي. لميت نجوم الدنيا جايب كل الوردات صايغها قلاد الحب ويا هجم البوسات. لميت نجوم الدنيا جايب كل الوردات صايغها قلاد الحب ويا هجم البوسات. حصلت الغالي اللي بروح وبالي من الأول مالي ليحلالي وبقلبي بات. من الأول مالي ليحلالي وبقلبي بات. الله الله الله، هذا خاص للإنستغرام، أنت حفظتهم. وطبعا هاي من كلمات الشاعر الراقي والمبدع لبيد هاني. الله نوجه له تحية أكيد، الصديق أيضا لبيد هاني مبدع حقيقة. إحنا هيك نكون خلصنا، لو بعد أكو بوكس تحب تفتحها؟ ما أخاف. لا نجرب. لو لا يلا جرب. يلا زين، إحنا هيك همين نكون خلصنا فقرة بدون إحراج. راح ننتقل لفقرة ثانية، بس قبلها خلني أسألك، بما أنت من محبين الأكلات العراقية، يعني لك على الطبخ لو لا؟ لا بس تأكل، ما تعرف تصبح؟ أول مرة طبخت البارحة سويت أكل للكلبة. والله العظيم. احنا نطلع. بس ما أدري، بس أقول للكلبة طيب لو ما طيب ما أدري. سويت الليل أكل. زين، خلينا احنا نطلع فاصل صغير. أوكي. ونرجع. يلا. رجعنا بفقرة الطبخ. يعني انت ما طابخ قبل؟ لا مسوي بيض، يعني هالسؤال اي يعني شغلات بسيطه بس ما اعرف اسويها. هي حتى هاي الاشياء بسيطه. تحب تشرب الباقله؟ اي. شنو رايك نسوي تشرب باقله؟ لا وربك. اي والله. تفضل. شلون تعرف؟ اكيد تعرف تقطع الخبز يعني. والله هو يم مطعم ابو حميد هذول دائما اذونا بالتشريب. راح تفتحين عين مرتي علي وتقول تعال طبخنا للبيت. سويتها وعجه وبعد ما عندك حجه. هذا هنا التشريب. معقول هيك؟ هاي صدق ولا دسمين؟ اي والله ما ادري. شو تقول انت؟ بطنق اكو؟ بطنق. اكو كل شيء اكو. انت لازم كلها انت. يابا مو هاي القضيه، تدرين شنو الشراب يعني؟ شو رادلها؟ كل شيء ما يرادلها. والله ماني رادلها دهن حور. زين هسه شنو نسوي؟ البيض. قلت تعرف اسوي بيض. اي يلا. انا حظا القعده بس شنو اسوي؟ حمها. لازم بيضتين السورة هاي، مو يعني ثلاثة. مو ثلاثة؟ يلا نسوي ثلاثة هذي. يلا. زين شلون ليش قررت بيضتين؟ خليها هنا معنا. هنا اوكي. مو هي قليلة؟ لا هم هيك يسوون. هاي مال نفر لو مال شجقة؟ هاي نفر واحد. نص نفر لو نفر اخر. زين. زين اول شيء هاي. يعني ملح ماكو. بلا ملح، مو زين الملح. ها؟ مو زين حتى ما يغزر. انت باك هدومك ترى هيك راح تت عادي. عاد اشتروا لي تدلل. شو الزيت راح يطق بوجهي؟ لا 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 زين هسه. بس هي خوش شغله هاي والله. اي خوش شغله، يعني انا حلزمها للطاوه وانت على راحتك. غري بقبق هم شي بق حيطق بوجهي بعد شي بقبق. خوش داي بقبق. هاي لك جنطين سكينة. هاي يبو 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 بس نظل لازمتها وبس. هاي
أنا حبيت هاي التشولة بالسفرات. أنا أمتي كانت أمي الله يرحمها عندها تشولة. الله يرحمها. نعم منو حمينة تزيين وحركات حركات اليوم راح ترجع العشاء عليك. أنا أحب أسوي زلاطات. يعني بالبيت. يعني إيدك زين إيدك بالمطبخ مو للتالي. لا لا زين. تحرك هالشيء بالهذي. يا مستوينا مشكلة أنا أتشوف. والله ده تستوي. إحنا وراه نريد بريك. ها عوفت؟ أكو بصل؟ أكو ياتي البصل. وينه؟ ياتي. ها. آه. أي والله. آه جاهز. بس لازم شو يسمونه؟ شنو؟ أجيب لك هاي؟ يلا. الله. زين، ليه بنخلي شو اسمه البصل؟ خلي البصل. شغلية. البصل. ها، حتحميه هنا الحمسة يلا. بس نزله. أريد اللايتر شباب. طيها شوية. لا لا اشيل ايش تمام حط زيت بعد لو كافي لا 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 كافي قام مسلج لا الريحه هاي تدري ايش اسوي انا بالليل ايش تسوي لا مستحيل ماما تاكلها الصبح لو بالليل انت لا بالليل طبعا هاي الصبح اشرب حليب اني كورن فليكس كورن فليكس ونص ونص تفاحه وبالليل اكل الله الله يا هيجي نفرض كافي انا اعتقد كافي بس هاي ليش ما تديره كله؟ ها؟ ما يصير اطيب؟ لا ما يصير اطيب لا لا بس خافه اي خليه فوق هاي احسن البرنامج اهم شيء بس انت المفروض تصوريني هاتش صدق مو صح؟ اهم صدق حتى تصير ثلاث فقرات يلا نكفي خلي الفلتر مال ابو الدهن هاتش يلا هذا التحدي البرنامج سوالف طاقه استاذ قاسم سوالنا باقي له بالدهن عاشت ايدك انت العايشه يا ورده مبينه طبعا كلش طيبه هسه راح نضوك بعدنا لحد الان احنا ما نعرف شنو الموضوع هسه سناخذ الاهل ايه؟ نطلع للزياره يلا لا وتزيين وحركات ايه؟ عاشت ايدك انت العايشه هسه شنو ناخذ بريك نتعشى شو نسميها هذا عشرة يوك غدا طبعا تقدرين تخلين الله 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 عاشت ايدك هاي بعدك شف قاسم عاشت ايدك ذكريات تلعب بينا تاخذنا وتودينا ذكريات تغدر بينا تضحكنا اخ وتبكينا تاخذنا الاحليات واحلى سنين واحلى عمر تنسينا طعم الاه والالام مر الصبر ذكريات 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 حلوة ومرة
ما ننساها ما ننساها، بيها حزننا وبيها فرحنا، البين تباها البين تباها، هنا قعدنا وهنا مشينا وهنا ضحكنا هنا بكينا، ذكريات آخ ذكريات. اسألي عن الليالي شقد خطر طيفك ببالي، لو تشوف الناس حالي تبكي العاشقين، لا تطيلين السكوت الزمن خوفي يفوت، السعادة ما تموت لو انتي تحجي، صرختي بليلي حزينة هزت أسوار المدينة، وينك انتي يا الحنينة يا نور العين الربيع، انتي والواني رمشك الساحر مكاني، صوتي وإحساسي وزماني، لا لا ترحلين آه، اقتربتي وقلتي همسة، قررت أنساك هسة، انسى كل الصعب انسى وابقى حزين وابقى حزين. يعني هسه توني مسوي محضرات لك تجربه كلها حلو، ليش تشبهتيني؟ انا جبتك المواد ليش هيك ليش؟ انا اسف. لا بالعكس، يعني رائع رائع، يعني عاشت ايدك وعاش صوتك وعاش حسك اكثر من رائع. تسلم. احنا وصلنا فقره بدقيقه، رح اسالك اقول ايه، ما رح اسالك، رح اعطيك كلمه وانت تعطيني عليها تعليق. زي. فقره كلها بدقيقه. أوكي. نبلش. كاظم الساهر. قيصر الاول. الغربه. الغربه الحرمان. الجواز العراقي. الجواز العراقي ما اقدر انطي بيه. تمام. العمر. العمر ما يعني لي شيء. الفلوس. ما تعني لي شيء. كلمة اسف لمن تقولها؟ اقولها؟ من مزعل احد استفاد من الفقرة. اسف أقولها لأم محمد زوجتي. مزعلة؟ أي خطيئة يعني، تحملت هواية يعني، بس أتمنى من الله أنه أقدر إن شاء الله أعوضها خير إن شاء الله. يعني أنا إحنا يعني الحمد لله وشكر خير من الله وأولاد وعيشة والحمد لله، بس أنا تعبتها فترة من الفترات فأعتذر منها. أوجه لها تحية أكيد لأم محمد الرائعة أكيد، اللي المرأة دائما الأصيلة هي اللي تتحمل وتكون مرة حمولة وتتحمل زوجها والمصاعب أكيد اللي مرت عليك مرت عليها. زين احنا هيك نكون خلصنا الفقره اللي هي قبل الاخير، راح ننتقل للفقره الاخيره اللي هي التعليق لك، راح نشوف صور ونشوف تعليقك عليها. اوكي.
طبعا عشقي يعني انا من الناس الانانيين يعني احب فشي ما اقدر افرط به حتى لو كان يخسر حتى لو كان احنا جمهور وفي لريال مدريد حلو يعني وخصوصا انا قصي الاسد يعني اخويا عبد البقار هو يعني رئيس الرابطه مالك حلو نسوي الرابطه ريال مدريد هو النادي اللي يعني النادي المفضل لي حلو شوف صوره ثانيه شو هذا دايت وين ايش دايت الاكل والله انا هذا الدايت هذا سوالي يعني صديق عزيز علي جدا حجي ليث الباش اللي هو يعني من اعز اصدقائي سوينا برنامج انيا مشينا لمده خلينا نقول اقل الشهر اقل من شهر اقل من شهر انا نزلت 13 كيلو اقل من شهر اي والله العظيم وانا وياه اي والله صدق نزلت شهر زين فبدايته يصير بيض دايتين يوميه طبعا هو هذا قلنا نقاقه صرنا دجاج يوميه بيض 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 بس طبعا شنو يحدد هو بيضتين يوميه ونص برتقاله او شاي حلو شكر بدون شكر بدون شكر لا بدون شكر اذا تريدين تخلين هذا السكرين اي ممكن بس هاي يوميه انت تاكلين بيضتين سله هذه بالفتره اللي سويت بها دايت هسه ايش تتريق هالايام لا عادي يعني مو مثل قبل يعني مو مثل كل قبل. بس مو مثل قبل. خلص انت صار عندك يمكن التزام او تعودت لا قمت انا مثلا اذا ادوس الظهر كافتراض بالعشاء ما اكل الصبح ما اكل خلص هيك. يعني شيء طبيعي قمت اوازن تمام خلينا نشوف الصوره اللي بعدها يوم بديت قلبهم هذول محمد الكبير وعلاوي وحسوني الله يحفظهم يعني. يعني هم روحي يعني هو هذا النصر الوحيد اللي احسه نصر 100% القاسم سلطان يعني فوز 100% انه انا حصلت ان يكون عندي 3 اولاد وهاي امنيتي طبعا بدعاء يعني الوالد والوالده الله يرحمهم انه الله دائما يفرحني ويحقق لي امنياتي دائما يعني كان هاي دعواتهم الله يخليك وهذا اللي كسبته انه ثلاث اسود اسود يعني ان شاء الله يكونون بخدمه اهلهم بخدمه وطنهم ان شاء الله الله يجعلهم اولاد بارين ان شاء الله ويخليهم لك يا رب تستمين اولادك ان شاء الله نشوف الصوره اللي بعدها ابو سفيان الورد هيثم يوسف من الفنانين اللي طبعا انثارت كثير من التساؤلات يعني قبل المنافسة من تكون بين قوى اثنين يعني هسه من يكون بين ريال مدريد وبين برشلونة يقومون يحجون هذا هيك وهذا ميسي لعب هيك وهذا انقلب وهذا ريال مدريد ورونالدو هيك وكذا فكانت بوقت اكو منافسة كلش قوية بين يعني بين قاسم وبين هيثم بين مهند محسن بين اسماعيل بين عادل عقلة بين باسم العلي بين حاتم العراقي صلاح حسن كثير من الفنانين يعني اسماء يعني سوري اذا يعني بعض باسل العزيز كثير من الفنانين يعني اللي كانوا في وقت الفنان امير عبد الحسين كثير يعني فكنا انا وهيثم يعني متميزين يعني دائما هو يسوي عمل انا اسوي عمل اغانينا كنا دائما حفلاتنا توصل بس اكو بعض الحشاش الناس اللي توقع بين اللي ناس تعبانه يعني كلش تعبانه اللي هم هدفهم انه يزرعون فتن بين الناس الطاقة حتى يحصلون إذا وقعوا هم ما هم يدرون يستفادون. بالتالي أنه الكل بالوسط أصدقاء وأكيد يعني نوجه له تحية يعني الشيء اللي أحب أقوله الهيثم يوسف أنه أنا جدا أحترم مسيرته الفنية وأتمنى له إن شاء الله الموفقية وإن شاء الله إن شاء الله يوم زواجه نوجه له تحية أكيد الفنان هيثم يوسف نشوف الصورة اللي بعدها أكيد الله تحضرون تبعاً جد وكح زعلاني الأسمر ما يقل لي مرحبا زعلاني الأسمر ما يقل لي مرحبا
مرحبا زعلاني الاسمر ما يقول لي مرحبا فرقة الرواد فرقة الرواد مرحبا شو تقول على هاي الايام؟ يعني هاي بداية الشباب بداية الانطلاق كنا فرقة الرواد كان رئيس الفرقة سليم اللي بصفه محمد عبد الصمد والعازف الأورغن سعد كان من منطقة من الحرية واللي فوق ثائر عازف الجيتار وبصفه لطيف علي الدبو كنا فرقة جدا متميزة ونحب نسوي أزياء وجت فتره قمنا نغني بحيث ان نريد نسوي شيء قوي بإنا كاصوات قويه لطيف طبعا ابن قارئ المقام الكبير علي الدبو و كنا نخلي جهاز الصوت بس ما نخلي بيه افكت ايكو ونسوي حفله نقول حتى شنو نتحدى العالم انه احنا اصواتنا كنا قوية. متجانسه قويه بدون افكت وبدون اي شيء يعني. بدايتي طبعا كانت بالفرقه النغميه المركزيه كان بوقت الاستاذ فاروق هلال رئيس الفرقه النغميه والاستاذ علاء مجيد ايضا وبدينا من ذاك الوقت مشوار بس هسه حضرني في الشغله بلطيف علي الدبو طبعا كنا فرقه كنا هستونا يعني اي واحد مثلا انا كنت اعزف شويه اورجن يعني مرات فيوم من الايام لطيف علي الدبو بيتهم بلسكان ومحمد عبد الجبار بيتهم بلسكان كان محمد بعد صغير كلش يعني زين فمحمد يعني طالع لازمين عرس بحي العامل طبعا هذا موقف اول مره احكي فخبرني لطيف انا بالبيت قاعده كلش ما عندنا احنا ننتظر الحفله شو كنت نسجل حفله خبرني لطيف قال لي قاسم اكو حفله تعزف بيها اورجن قلت له طبعا اعزف اورجن بس انا ما عندي اورجن قال لي ناجر لك قلت له اوكي فرحت اجر الاورجن فرحنا من المطرب كان يقول لك ولد بصفنا محمد أي. قلت له اوكي عادي رحنا الحفله طبعا بالشارع بحي العامل نصبنا الغراض احنا كملنا على حسب الاصول فهسه صعد محمد يغني لابس يعني بدله هيك صعد يغني محمد صوته كلش حلو يعني من الاصوات القويه حتى من صحيح. هو صغير عن صوته أكيد. مميز فصعد محمد اول ما يغني يا ويلي كان تطبق سياره كورونا نزلوا اثنين مسدسات نهاية على العروسة يعني نهاية على العروسة اي والله العظيم ولد عمها وما يقبل طبعا شنو هسه بعدنا هسه دقينا وش طال الطلقات ادور محمد جوا الكراسي كنا نصحى طلعنا اخر شيء ندور على محمد ماكم اجى محمد قلت له ها محمد خاتم محمد قوي كان يقول شنو هاي شنو وعانا دق طلقات من ضمن الأصدقاء اللي كانوا موجودين واحد ما أريد أذكر الأسماء موفق اسمه لا ذكره بالخير وجيلهم تحية كلهم طبعا الأسماء اللي انذكرت فبوقتها جو الشرطة هو تشلب بالشرطي سيدي أنا ذا اللي قال عمي بس وخر خلينا نشوف هالطلقات ذكرت لطيف علي الدبو لطيف كان يعزف عود بوقتها فهاي الحفلة فكانش تعزف بها أورجن وقعنا دق طلقات هسه ذكرت لطيف وجهي تحية طبعا لكل اللي انذكروا بهاي الحادثة نشوف صورة ثانية او فيديو ما اعرف يمكن اكو اي شوف ايش عمل ويا يرضى في ديا يا خلق الله محبوب يا نهوى الجمهور هم يشوف من هاي العفوية لو اختلفت هي أكو هيك وأكو شيء بس يعني كل وقت إلى صحيح إلى ناسه وإلى أجواء بس إذا تريد بكلمة توصف هاي بوقتها هاي الحالة
يعني هو جيل زمن التسعينات زمن لا يكرر الزمن الجميل. الزمن الجميل أكيد. يعني انا هذا قلت اخر الزمن الجميل همزه اللي حقت عليه. كل اصدقائنا احنا كانوا موجودين، كنا متعاونين، يعني حتى ياخذون اشياء بسيطه حتى نقدم. انا كنت اقبل باسعار كلش قليله بالحفلات حتى اسعد اكثر ناس يعني معينه، مو شرط انه اطلب حفلات ارقام عاليه. بس بعدين يعني شوي من صار بظافرنا طحين كنا نطلب اسعار. الله يرزق الجميع ان شاء الله. مهرجان بابل من المهرجانات اللي جدا اني يعني اقدسها واعتبرها فد وسام على صدري. توجهت لي دعوه هسه من يعني بالفتره الاخيره من كنت ببغداد، بس انا التزامات كلش اخذتني والله ما قدرت. اي يعني كانت شويه صعبه علي، الجواز مالتي ما كان عندي بالسفاره فما قدرت انه ارجع لبغداد حتى اكون بمهرجان بابل. بس ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله نوعد جمهورنا. اكيد ان شاء الله. نشوف بعد شنو اكوش عندنا. الله يرحمه. الله يرحمه. الفنان رياض احمد والفنان فؤاد سالم، يعني الاثنين عندي مواقف وياهم جدا حلوه وحقيقيه. يوم من الايام كانت عندي حفله بنادي المصورين، من ضمن الحفله اللي انا كنت بيها رياض احمد يغني بالحفله. فاجيت اني فحضني بوسني، فكان يبوع الفرقه، الفرقه لابسه كلها اسود. كان يقول هاي شنو هاي الفريق مال يعني كل اسود لابسين هيجي، هو يشاقه هواي قال شنو هالغربان هاي. فقال لي تعال قعد قعد يمي. فقال لي اول ما تصعد تغني لي فراقهم بتشاني. الله يرحمه رياض احمد. فاستغربت، رياض احمد يغني ريفي ويغني يعني عجب يعني طلب هالاغنيه. فصعدت غنيت فراقهم بتشاني. والله هاي مشهور يعني بالنادي المصورين. فانا اذا اغني يعني قال لي تغني لي تغني لي اول اغنيه على شرط. فصعد انا اول اغنيه اغني مقام، يعني متعود اغني كوكتيل يا ليل ولا شاي. فصعدت فراقهم بتشاني، جمهور نادي المصورين جمهور جدا راقي. صعدت غنيت فراقهم بتشاني، ما حسيت الا يعني الله يرحمه رياض احمد طلع من يعني خلف الكواليس من المسرح، كان يجي يحضني. حضني يبكي. وانا طبعا انا هالحاله باستغراب جدا عالي انه يعني ليش يعني رياض احمد، انت رياض احمد وقاعد ديفتشي مثلا صحيح، وانا قاعد اغني طلع يموت على اغنيه فراقهم بتشاني. هو يعني حسب اللي حاله اللي كان عايشها. رياض من الفنانين اللي جدا احترم عاطفته واحترم فنه، يعني فن حقيقي مليون بالمئة. صحيح. والمرحوم فؤاد سالم الله يرحمه التقيت بيه بامريكا. التقيت بي من ناس أصدقاء مسيحيين بيت بيت مانو، بيت القسمانو يمكن، بيت أصدقاء أبو يعني هم ناس أصدقاء. خير وبركة. أي خير وبركة. يعني كان كنت معزوم يمهم أني، هو معزوم فؤاد سالم لأن هم بصاروة يعني البصرة وهو بصراوي فؤاد سالم، فهم ساكني صاحب مانو قسمانا. فكان هو بالفندق يشتغل مثل السكيورتي يعني رئيس بالليل، شلون يقول نبطش بالليل. فاحنا قاعدين بالفندق وفؤاد سالم هم نفس الفندق الله يرحمه. الله يرحمه فؤاد سالم. ولقينا بعدين عزمنا بالبيت، فمن رحت قعد ثاني فشاف الحركه مالتي، يعني انا شلون اغني شلون اسوي شلون هيك. انا كنت كلش احب فؤاد سالم من صغير، كان الله يرحمه ابن خالي يجيب لنا كاسيتات من البصره. يعني والدتي تحب تسمع. اي وامه ما كانت تحبه يعني. فمالي يقول لي لا تجينا يا ول انا ما اجيكم ولدك بابك بعد تنشل يمين، هذا الموال يعني كنت حافظه كلش. وغنيت ثاني مال جوز منهم بداياتي يعني بدايه المسيره، غنيت جوز منهم من عنده يعني حفظتها من عنده. فشافني كان يقول لي يباو علي هيك وشوف الجمهور شلون يجي علي وشلون العالم. حضر لي حفله من الحفلات مالتي، انا طلبت من عنده قلت له انا يا ريت تشرفني بحفله من الحفلات انه تحضر لي. قال لي انا ما احضر اذا ما تحضر حفلتي. قلت له ما يخالف. في وقتها انا اسف احكي هالحكي هذا بس لازم احكي يعني هذا للتاريخ. في وقتها يعني كان فؤاد ممنوع من يعني من العراق.
فقلت له اني دار اجي للحفله مالتك انا ما اقدر يعني انا ارجع للعراق فاريد انه ما اطلع بس راح احضر الحفله فاقعد لي ورا. قال لي ما يخالف بس المنتج الحفلتي يلا اجي الحفله. قلت له ما يخالف. فجيت حضرت فكو كاميرات يصورون اني هاي شلون السالفه هاي فانا محضر الشرشف قلت بس انت راح الكاميرا الشرشف على وجهي. المهم حضرت الحفله خلصت الحفله وانتظرت ورد سلمت عليها واخذنا صور عندي صور بعتها يعني ويا ان شاء الله في يوم يعني ادز لكم اياها ان شاء الله. وبعدها حضر الحفله مالتي. الحفله مالتي انا كانت جدا يعني بيها ناس هوايه فمن حضر هو انا كلش كيفت يعني انه فنان كبير وحضر فحييته قدام العالم ورحت بوسته يعني نزلت بوسته قدام العالم. وثاني يوم التقينا بنفس الفندق بالريسبشن يباو على هيجي ويرجع يباو على هذا كان الله يرحمه عبد الامير مظهر يعني ابو سمير الف رحمه على روحه هو يعني اللي ساعدني بوقته انه سافرت امريكا فيباو على ابو سمير يقول له يقول له شو تشوف بي ابو سمير يقول له شو تشوف قال ما اشوف فؤاد سالم من هو صغير يعني. والله العظيم محقاي النعمه يقول انا دا اشوف بس انت اسمك يتغير هسه بس الاسم شكلك حركاتك الاكشن مالتك كل هذا هسه دا اشوف انا فؤاد سالم. ابو سمير قال لي ها بعد شو تريد قلت له انا وين اوصل للمرحله هاي قلت له الله يرحمهم يعني هذول الموقفين معهم. يعني قبل ما ننتقل لصوره ثانيه الطلب خاص لمقطع من ليل يا ليل. ليل يا ليل السافر الغالي ايوه طبعاً هاي الأغنية من ألحان الملحن صديقي وحبيب قلبي يعني رفيق دربي الأولي الملحن الكبير حسن فالح أبو حيدر. أنا راح أصورك هاي ترى أغنية بس إحنا أخذناها مقطع سنة بالكوكتيل. أوليل يا ليل وسافر الغالي أوليل يا ليل ضل على بالي أنا علي خايف مثل فلا شايف أو ليل يا ليل وما إلك تالي ليل يا ليل وسافر الغالي أو ليل يا ليل للي يحب مرة أو ليل يا ليل بعمري أنتظره هو ضوى عيوني وعنا يسألوني أوليل يا ليل هم مثل حالي أوليل يا ليل لو سافر الغالي أوليل يا ليل هم مثل حالي أوليل يا ليل لك سافر الغالي. الله الله عاشت ايدك وصح لسانك وصوتك ما ادري احنا يمكن بقت لنا صوره بعد سؤال فطاقه يلا احسن برنامج ابو محمد الذهب زين قريت ايش مكتوب الفنان يمه اسم الله على بالله تخاف من الموت لا والله بس هو مكتوب علينا يعني بالفتره الاخيره قمت بالفترة الأخيرة قمت يقولون أكو ثقب مال الثقب الأسود وراح يصير الزلازل وراح يصير هاي نهاية العالم. ففي يوم من الأيام خلي أحكي السالفة قبلها رجعش قبلها يوم من الأيام أنا صحت لي عمره الحمد لله والشكر فرحت أعتمر فكملنا المراسيم مال عمره. فيوم يعني بالليل وحدي أنا رحت ظلت قاعد قدام بيت الله سبحانه وتعالى هيك قاعد فالعالم يعني تقرا قران وتطلب وتدعي وتبكي ومنظر يعني مهول شو اطلب انت يعني كل شيء تحقق لي رضا والدي انا عندي قناعتي عندي هاي اهم شيء اعطيتني اولاد اعطيتني محبه الناس اعطيتني ثقه بالنفس فما ما عندي طلب يعني رحمتك انه ترحمنا ترحم العراق ترحم امي وابويا ترحم اهلي ترحم ميتيني ترحم كل المسلمين والعالمين كلها ترحمها يعني كل العالم كل الدنيا ان ترحمها برحمتك الواسعه
فما عندي طلب يعني. انا بالنسبه لي ما اطلب، انا بس انا مكتفي وظليت صليت وظليت فالحمد لله والشكر يعني عندي فد قناعه بداخلي، حتى لو ارد اموت يعني حتى لو ارد اموت يعني الاشياء يعني مسويها يعني مكتفي من عندها الحمد لله، ما ظلمت بختي في يوم من الايام. كل شيء انطي حقه واتمنى لك طولة العمر ايش انت يعني، خلينا نقول اتمنى طولة العمر لكل العراقيين يعيشون بسعاده، واتمنى الاولاد ان شاء الله يكونون باعلى المراتب ان شاء الله تشوفهم وانت تفرح بيهم. انا اشكرك هواي على هذا اللقاء اللي هوايه يعني، انا كنت بالبداية شوية متخوف من عنده. لا ماكو أي خوف بالعكس. متخوف لأن أنا بالفترة الأخيرة سويت لقاء بالعراق شوية انعكس يعني، أكو ردود يعني سلبية انعكست، أخذ أن أنا كل صريح أحكي بصراحة، فأخذت عند ناس، أكو ناس ما تقبل عليها وأكو ناس تقبل عليها. فأنا جدا أشكرك على هذا اللقاء، أشكر المعدة، أشكر الشباب المصورين، أشكر أخوي وصديقي، وجه له تحية طبعا علي العزيز طبعا المرافق أنا بالعود، وأشكر المخرج، أشكر سلطان قناة التغيير على هاي الفرصة الرائعة يعني اللي خلتني ألتقي بجمهوري وأحكي كل اللي بقلبي. الله يسلمك، نورتنا أكيد، وسعيدين بوجودك و بصراحتك. نعم. وعفويتك جدا رائعة أبدا. نعم. لا تتخلى عنها إن شاء الله. وفد أغنية من اختيارك. أوكي. قبل نختم بها. أي أكيد طبعا أغني أغنية أنا أحبها. يلا أوكي، هاي إهداء خاص لو لا هاي، لا يعني هاي إهداء لكل يعني، هاي أغنيتي اللي بس يجوز انت ما تحبيها يعني، ما لي علاقة. انا على كل شيء ابكي عادي. لا 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 بس يجوز هي الاغنية انت ما تحبيها يعني. لا خلينا نشوف. واكب على ذاك التعب كله وغير وياك يتسلك تني القهر ما خل حرامات، وك حرامات وك حرامات، وكتعبي ليش ما غزر وغير وياك كان اشطر حبنا حلم وتبخر حرامات، وك حرامات وك حرامات وحرامات بعد ذاك تعب كله غير وياك يسلى كتن القهر ما خل حرامات، تعبيني ايش ما غزر غير وياك جان اشطر حبنا حلم وتبخر حرامات، كنت مدلل وياي ما خالفتك براي شعش احسب لك هواي حرامات، علي تلعب ولك ليش انا مقصر ببيش اموت وانت اللي تعيش ولك ليش خبر جابوا لك فرحك حبيبك مات من جرحك تقرا الفاتحة وتضحك ولك ليش وغير يقول لي شنطاك تبيع العشرة خلاك وانا المنقصر وياك حرامات وحرامات بعد ذاك التعب كله وغير وياك السلام كتن القهر ما خل حرامات، تعبيني ايش ما غزر غير وياك جان اشطر حبنا حلم وتبخر حرامات، وبعد ذاك التعب كله غير وياك السله كتن القهر ما خلى
اسمحي لي بس آخر شيء أوجه التحية للملحن وكاتب الأغنية محمود إلياس، وتحياتنا لموزع الأغنية عثمان عبود، وتحياتنا لمخرج الأغنية رأفت البدر، أو تحياتي القاسم السلطان اللي مغني الأغنية. يعني نورتنا. شكرا. وجدا سعيدة بهذا اللقاء، وإحنا حابين نقدم لك فتشي بس إسلام إن شاء الله يعجبك، شيء بسيط من برنامج سوالف طاقة. والله أنت يعني شرف إلي أنه أنا أجي أحضر هذا البرنامج. الله يحفظك. هذا أكبر هدية طبعا. الله يسلمك. يعني فتشي بسيط تذكرنا به. طيب أنت تفتحها. الله أنشت إيدك. أحلى هدية. الله يحفظك. هذا راح يصير ضمن المجموعة التذكارات الجميلة والراقية بمسيرة حياتي إن شاء الله راح يكون. إن شاء الله. يعني شباب كبروا فاطمة الملائكة، صار كم مرة أقول لكم ما تبين. نورتنا أكيد إن شاء الله. شنو سالفة شو نازك الملائكة فاطمة؟ أي طبعاً هي بنت عمة والدي. والله؟ أي والله. يعني إنه شرف طبعاً. الله يحفظك يا ربي. أشكرك. نورتنا وسعيدين جداً جداً بوجودك. نورتنا. الله يحفظك إن شاء الله، وإن شاء الله الموفقية بهذا البرنامج الراقي. الله يسلمك. وتحياتي لكل. تحياتنا أكيد لكل كل الأشخاص اللي تم ذكرهم اليوم بالحلقة. تحياتنا لكم. إن شاء الله نشوفكم في حلقة ثانية. نورتونا. باي باي.